اساطير النادي الاهلي. كابتن عماد متعب. يا كابتن عماد اهلا وسهلا بكم، مساء الفل. مساء الخير وانا مبروك، الف مبروك يا كابتن عماد. الله يبارك فيك. مبروك لجمهور النادي الاهلي واللعيبه ومجلس الاداره والاتحاد الفني. دي البدايه والشوط الاول، ومش عايزين يعني نفرح النهارده ونبسط النهارده، وبالبكره نبدا نفكر في مباراه العوده، لان انت بتلعب منافس قوي. صحيح. النهارده كنت متفوق عليه باحترامك ليه. يا كابتن عماد معلش، يمين شويه شمال شويه، الصوت بيقطع معلش. انا في مكاني اتفرجت. ممكن يمين شويه شمال شويه. طيب ماشي. احترامك للمنافس النهارده الاول خلاك تتحقق النتيجه الايجابيه، واداء اللعيب واداء المدير الفني موسيماني اللي انا واحد من الناس اللي بحبه على المستوى الشخصي بشكل كبير جدا، ويمكن من حسن حظي ان انا كنت موجود معاه في بطوله افريقيا وكنا بنحلل احد اللقاءات وغير كده كنت اعرف طريقه لعبه واسلوب لعبه في جنوب افريقيا. هو راجل بيلعب كره جميله جدا، وراجل عنده رؤيه كبيره جدا، وكنت بتمنى انه في يوم من الايام يكون موجود مدير فني للنادي الاهلي. هو كان اتكلم كمان معايا في الحته دي، الراجل عنده الرغبه، واحنا شايفين النادي الاهلي التطور مستمر. أيوة. من كل مباراه مع موسيماني وعلى لسه بقول في كل ماتش يا كابتن عماد حته زياده موجوده في الاهلي، كل ماتش فيه حاجه زياده موجوده في الاهلي. بالظبط. يعني هو طور في حاجات كتيره جدا، طور في الاستحواذ وده كان مهم جدا، طور في بناء الهجمه بشكل كبير جدا، طور في اللعب الجماعي، طور في الضغط. دي كلها باينه في الماتشات اللي فاتت. تعامل في مباراه بيراميدز بشكل عبقري، يعني كان بيلعب ناقص واحد وقت طويل جدا، لكن تعامل بخبره كبيره جدا. النهارده تعامل مع المباراه بخبره كبيره جدا. يعني انت ديانج خد انذار، كان قلقان شويه من الحكم، مع ان الحكم عمل مباراه جيده، راح تحت ونزل حمدي فتحي. تغيير مروان محسن وانه يحط اجاي قدام، هو بيعتمد على لعيبه الكوره. أيوة. ما بيعتمدش على القوه والسرعه، هو عايز الفرقه تلعب كوره، ودي ميزه النادي الاهلي مطالب انه يلعب كوره، ولعب كوره النهارده جميله جدا، وصل للمرمى في جمل كتير في المباراه. برافو عليك. سجل هدفين وكان ممكن يسجل اكتر، لكن في الاخر مبروك للنادي الاهلي، ويعني مباراه كبيره جدا بالنسبه للنادي الاهلي والجهاز الفني والجهاز الاداري ومجلس الاداره والجمهور. يعني مباراه كبيره جدا جدا، اتمنى ان شاء الله ان هي تكمل بمباراه العوده وبعد كده الفاينل ان شاء الله. واتمنى التوفيق بكره لنادي الزمالك امام الرجاء، يكون نهائي ان شاء الله مصري خالص ان شاء الله.